ماذا عن التطور في بريطانيا أيضا؟ نحن أمام الكثير من الانتخابات والتطورات، أليس كذلك؟ يعني رئيس وزراء بريطانيا الذي فاز هو من جهة أخرى مختلف ومتشدد وشديد جدا على إيران وضد الفصائل الإيرانية في الشرق الأوسط، الرجل متزوج أيضا ليهودية وهو رجل ملحد، والواضح أنه لن يتعاطى كثيرا مع الجانب الإيراني. هل تعتقد أن هذا التطور في بريطانيا مع احتمالية فوز دونالد ترامب، إذا بقي طبعا جو بايدن في السباق، أن الأمور ممكن أن تكون مختلفة تجاه إيران حتى وإن كانت إيران مرنة في التعاطي مع الغرب هذه المرة؟ هذا يبدو شيقا، حيث أن القادة الجدد لإيران أكثر مرونة، ولكن ربما القادة في بريطانيا وإذا ما عدا أيضا ترامب إلى الحكم فهؤلاء أقل مرونة وأكثر شدة وحدة على إيران، حتى لو أن إيران كانت مرنة. فلدينا هنا تبادل بالمواقع، الولايات المتحدة قد تكون الآن مرنة ولكن إيران كانت متشددة، الآن قد ينقلب الوضع، فهذا غريب جدا، من الصعب أن نتنبأ به. ولكن نعم، القادة البريطانيون الجدد أو القائد الجديد لبريطانيا يتحدثون عن إدراج الحرس الثوري في القائمة الإرهابية، وكذلك السيد ترامب عندما كان في مكتبه تحدث عن هذا الأمر. فلذلك فإن الصورة هنا صعبة ومربكة حول علاقة إيران مع الغرب وما سيحصل لها نهاية العام.